متشكرين قوي 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 قوي. مش تجدع انت كمان كده بقى وتشد حيلك وتتجوز؟ اما كون نفسي شويه. تكون نفسك ليه؟ هو في مشاكل؟ اخلص الجيش. هم رفعوا سن التجنيد ل 90 سنة. مبروك يا حبيبي. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. ايه يا اخويا؟ هنحميكوا كمان. الف مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. الف مبروك يا ست هانم. يلا يا اخويا ما بسلمش عشان البلهارسيا اللي ماشي. يلا يا سعادة البيت. مش شرفنا الشربات وكان الملبس والفتة. تعال جميل، فين عروستي؟ لو سمحتي ساعة البيت. نعم. مشي الشاب الوسيم اللي قاعد ده عشان أصله بيبصبصلي. عارفة الواد ده بقى طول عمره لبسه ونزعي. يعني ايه نزعي؟ ده من أشيك 10 رجال في هولندا. وش معنى هولندا أنيوة؟ ما هو ده اللي بيرسموه على علب الزبدة. البقرة الحلوة. فأشياكة والأناقة دي كلها ويبقى البقرة الحلوة. أمال إيه؟ ده المعزة الحلوة. مشي مشي بحياتي. أنا يا الاثنين. أبلا حبافة. أبلا أبلا. شو بلا 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 أو اللي لقيته قاعد على القهوة. أنت أي حد تجيبه؟ لا ده مش غريب، ده كان بيشتغل معايا. بيشتغل إيه؟ مطرب. مطرب أخرس؟ لا قبل ما بقى أخرس ده الخرس ده جاله في حاسة. إزاي؟ لكن الواد ده بقى طول عمره بقى مطرب وملعلع قبل ما تشوف ولاد الحبايب. اللي بيعمل إيه؟ يا سلام، ده الواد ده كان يقول يا ليل بعد العشاء. بسم الله ما شاء الله. يخلص منها تاني يوم الظهر. إيه؟ يا ليل بس. يا عين يقولها في فرح تاني. إيه؟ لحد فرح منيل بنيله. فرح مين يا اخوي؟ فرح واحد جزار. ايوه. قال يا ليل ما قالش يا عين. ليه؟ الواد ده من عادته بقى لما يلعلع والناس تحييه بقى لسانه يدلدل لبره. بسم النبي حارس. لسانه يطلع لبره ويدلدل. ما يطلع ويدلدل، احنا مالنا؟ بس لسان مش زي لسنتنا. ايه؟ لا ده يوصل لحد هنا. بسم الله ما شاء الله. يسلم بيه على المعازيم. ايوه. ويلم بيه النقطه. يا ليلي 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 يا العريس شاف الواد ده بيطلع لسانه اما افتكر ان الواد ده بيغيظه. طبعا عمال يطلع له لسانه يقول له يا هل يا هل ايه دي معقوله برضه في فرح. والعروسه اصلا كانت وحشه. انت كمان؟ اه. فالراجل العريس اتغاظ وعينه احمرت وودانه احمرت ورمى العروسه على ايده اليمين والمعازيم على ايده الشمال وراح للواد المطرب وخلاه بيقول ايه هوب قطع له لسان. يلا يستاهل يطلع لسان. ومن يومها ماشي بنصف لسان. يستاهل. ابانا حبنا بالله. ابانا 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 مش انا بقى. يلا يا اخوي. بيقول ما تخليني قاعد عندكم لحد الطلاق. طلاق ايه؟ فلا الله ولا فعله. اوكي. ابانا حس اللي بالله. ابانا ابانا قفله. ابانا 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 جرايه سعاده البيت. قلبي يوصيني اعمل ايه في ليله الدخله؟ اخرس يوصيك. ما يوصي ولا يقول اللي يقوله، يعني انا مش فاهم ولا يعني مش فاهم. لا 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 ده انا مرقع قوي بقى. ابلا حل. ابلا لولا. ابلا ابلا لولا. عاوز يتجوزك. ابلا لولا. تبلولني؟ تبلولني انا؟ تبقى كيملي اختي تتجوز اهبل وانا اخلص. الله يلا يا هيل حالا. ده فرح ايه من عندل ده المعندل ده؟ لك وجع في بلونتك وعلولتك. فين عرستي يا جميل؟ بتلبس لك مالتي وجايه دلوقتي. اختك دي حشيلها في عينيا، حشيلها فوق راسي. من جهه الشيل حتشيل يا سبعه يا سبعه بحسب الله. بس ما نستعجلوش. طيب. عشان اختي جايه، اختي جايه. ربنا يطول في عمري واشيلكم. حسبوا اللحمه طلعت يا رجاله. يحميكي من عين الحساء.
الاسد ويحط فيها الف عود وعود عصيله من جدود لجدود. الجثه نتني وش بالك؟ كنت ساعدتيني سبتيني لغايه ما تنيلت. ايه ده يا حسبو؟ اللحم الابيض المتوسط. يا حسب عينين حسبوا من جوه. فيك مين يكتب السر؟ كبير. عايزه اقول لك على حاجه بس مكسوفه. حد يتكسف من مراته؟ بعللته. بعللته. يا اخويا كده مش عارفه كده وانا وانا بغير هدومي حسيت مره واحده كده فجاه ان انا ايه بحبك قوي. حبيبتي اجلي الموضوع ده دلوقتي شويه. ليه يا حسب؟ عشان سكينه واقفه ولسه قاصر. ايه يا اخويا قاصر؟ قاصر ايه يا اختي؟ ايه انا نسيت سكينه. نعم يا بيه. في ايه؟ خش الاوضه دي. لا انا ما بندخلوش اوض. تخش وتسيبني لوحدي معاك ويتقفل عليكم باب واحد. انا كنت اموت من كسفاتي فختي وشها. الله الله احنا مش اتجوزنا خلاص. لكن لسه ما دفعتش مهر. خد كل اللي في جيوب يا جميل. لا يا اخويا مش عايزه فلوس. امال عاوز ايه يا جميل؟ انا عايزه. انا عينيا ليك يا جميل. عايزاك يا حسب ويا حبيبي. امر يا جميل. عايزاك عينيا تخلصني من الغسيل اللي على الكنبه. غسيل بس؟ بس يا حسن. ده نشيل الغسيل والكنبة واصحاب الكنبة بس كنبة. الغسيل يا حسن. عناية تعالي 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 عودي مروحي بعلاطة ولا كأن احنا قتلنا قتيل. وده حاجة ده وده شيلة ده. ده انا كنت بشيل زمان قددها يكي 80 مرة. وايه بصباع واحد يعني اشيل ال زمان زمان انا كنت زمان بقى زمان. غسلكم عظم ليه؟ ولا يهمنا شيء. ايه يعني ده؟ ده انا زمان انا والحاج ابراهيم عامر كان راجل فتوه. كنت اشيل. انتوا غاسلين بلوزه؟ اشيل ولا يهمني؟ ايه يعني؟ ده انا زمان كنت زمان من ال يا لؤمة غسلين قلقاس. وده شيلة ده انا زمان بقى زمان كنت اشيل اللي زمان انا زمان. عشان تلبسيني التهمة دي. اخصى عليك يا حسبو. أيه. انا برضو يرضيني اوديك في داهية. أيه. حتى لو قتلت مرات ابويا. وقتلها ليه؟ انا شفتها قبل كده. رحتي حسرت قلبي تخطبني منها. الله يرحمها ما رضيتش بيه. اتغصت منها. انت يا كابتن شايلوخ. ورحت يا لهوي سايني حاجة صافية. قامت منهم لقيتك متجوزة. وقتل مرات ابويا. يا نصبتي. يا حراش. يا حراش. يا لهوتي. ايوه. يا نصبتي. الله يخرب بيوتكم. انتوا
جوازك يا رب ولا مصيبة؟ اخشى عليك يا حسب، بقى بتسمي جوازنا مصيبة، وانا كنت فاكرة ان انا هعيش معاك بقية العمر كله. بقية عمر منين بقى؟ ايه يا حسب؟ هو بقى في العمر بقية؟ ايه يا حسب؟ ايه ده احنا بينا وبين الكراكون يا دوبك حيطة واحدة. هو ايه اللي هيدي قلبي للكراكون؟ امال يعني هتسيبه دي كده لحد ما يفوت ابن الحلال اللي يشتريه؟ لا لا يا سعادة البيت. ايه احنا هندفنوها؟ هندفنيها؟ لا هندفنوها. هتشنوها فينيها؟ ايوه ما انا عارفه، ما هو جه عشان نيها. لا هي لا تنفع لا نيها ولا نوها. امال ايه؟ هتدفناها. هتدفناها فين؟ تحت في البدروم. طراوه هجيب لكم واحد طرب بقرشين سغيف هتحطوا تحت. يا راجل انت جرى لك ايه؟ جرى ايه يا حسب الله؟ في حاجة يا عم إبراهيم؟ خلي معاك يا راي. ما بيعملوا ازاي؟ انت رايح حسب الله. هتدفنوها؟ ايه حرام؟ امشي هناك يلا. شفت بتعمل لي ازاي؟ جرى ايه يا حسن؟ انتوا واكلين بطاطا النهارده ولا ايه؟ بس بس على انا حسن. حاضر حاضر. انت دايما تنسى كده. ايه انك انت اللي قتلتها. هتدفنها؟ حاضر خلاص. يا حاضر حاضر يا حبيبي يا جوز. يا حبيبي يا روحي يا جوز. على فكره على فكره نعم. انت هتكسب ثواب كبير قوي قوي قوي. مفيش حته تانيه اكسب منها ثواب غير المصيبه دي. مفيش يا حبيبي. تاكي ذاتنا اللي عايزينك تبقى راجل. راجل في وسط الحاره. افرد. افرد ايه؟ افرد طولك. لا طولي ولا عرض ولا حاجه. هتتفرد خلاص. ليه؟ وبعد اللي شفت ده تقولي لي افرد طولك؟ يا ليابا. يا حسب يا حسب وبتعيط ليه يا حسب؟ بتزلني وتقول لي افرد طولك. يا حسب وبتعيط وناسي ان الليلات. ايوه ليله دخلتنا. هي الليله؟ ايه الليله دخلت. منين؟ ده انا ابقى جدع قوي لو قدرت اقلع القميص. هي الليله دخلت. احيي احيه وايوب. يا حسب انا مش غايز لي غير راجل مازون. ماله يا حسب؟ خد مني 12 ملين. يا حرام. ويقول لي يا بختك. طبعا يا ريتني مطرحك. طبعا انا حكيمه من الاتنين. انت مش معاك العصمه؟ معايا يا حسب. طلقيني تكسبي ثواب. لا لا انا سكت لك. انا صوتي عمالين يدلع فيك. يقول لك يلا ويلا ويلا. يلا ما انت شاطر. تقول لي ايه؟ انا زمان. انت مش حقيقي. انا زمان. انت زمان ايه يا اخويا؟ زمان ايه؟ ها؟ انا كذاب. ولغايه دلوقتي؟ كذاب وعيان. ولغايه دلوقتي؟ طيب. يلا شيل يا اخويا. طيب. شيل يا تصحى في ايدك بسرعه. ربي يشيل بقى. ايه ده تعبان يا اخويا؟ يلا. مال عبال ما ما فيهوش حيل. ما فيهوش حيل. هو في حيل. ده اللي لقيناه. ده اللي لقيناه. وكان في حيل. وكان في حيل. كمان حد انا كنت هجيب مين؟ ما فيهوش غير ده وجع على دماغي. هو هيتدفن بدالي. شوف رايح فين؟ الراجل رايح. تعالى هنا. تعالى علي. يا مصدق. تعالى رايح فين؟ رايح فين؟ تعالى نضرب من ناحية. تعالى من ناحية. يا خلاصي. يا لهوي الراجل رايح فين؟ يا عم البر من هنا. يا مصدق. يا راجل رايح فين؟ يا راجل رايح فين؟ يا مصدق. الوليه الوليه يا الوليه معاك. خشي يا الوليه. تعالى 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 يا شيخ. تعالى تعالى خش. يلا يلا استريح جنبها. يا خرا انا قلت لك ده معاك كله منك انت. كله منك انت. لو كنت ساعدتيني من الاول كل حاجه ودفنها وخلاص. انت اللي قلتي حسبان. هنعمل ايه؟ ما انت ما رضيتيش تعملي نوها معايا. نوها ونيه. هو هيعرف يعمل حاجه بيكم؟ انت شعرك خيالي. ايه ده؟ لقيتي تدفنها؟ انا ركنتها جنب الحيط. ركنتها ليه جنب الحيط؟ طالع اسالكم. اسال ايه؟ هي القبلة منين؟ قبلة مين؟ من ناحيتك. بتسال ليه يا اخوي؟ عشان ادفنها شرعي. يا راجل هتجنني ولا ايه؟ يا ربي 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 ي
يا اختي ما فيش حد سمعنا ضروري سامعونا اهو جبت السيره هنعمل ايه دلوقتي يا سكينه ولا يهمك وبعدين مين انا عبد العال يا بصبت العسكري يا ريان عسكري يا ريان هنعمل ايه ولا يهمك جاي يخطبني يا يحيى جاي يخطبني دلوقتي خطوبه لا ينزل بدروم يا ريان لا انا ما لو ما خطبنيش دلوقتي هتشوفي شوف مساء الخير ايه في ايه مساء الخير سنور يا اخويا سنور ايه سنور سنور يا طيور يا اهلا وسهلا اتفضلوا ظن النبي لا فراي عافيك يا موه خير 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 كل خير ان شاء الله جايين نتمم المحضر بتاع الست هانم الهبلة الحمارة المبدوة يعني بنفتش الدنيا هو جاي ينقص الراجل اللي عندكم هنا انا شايفاه بعيني الراجل بتاع الجنون اللي هو طالع على هنا امشي قطع لسانك شايف البجاحه يا حضره الصوت لا تمتص في حواجبك يعني ايه تنكر ان في عندكم راجل لا ما انكرش يا اخويا انا عارف الحقيقه هنا وازاي ده يحصل ان صيده يحصل هلا في قانون في البلد يمنع الراجل ان يخش بيت الست بتاعته الست بتاعتي امال يا اخويا ايوه الست بتاعتي هي الست اتجوزت عقبالك يا شويش عقبالك اهدى عصايا ومتعصى لحمه اهدى شوكتني يا رشا شوكتني يا بنت تقول لي عصايا و بدري عليك بدري عليك الله بغير من الشرايط يا اختي عليك انت وشرايطك اهلا اهلا ايوه كده كده اظن دلوقتي مفيش لسان في الحاره يستجر يقول ان احنا عايشين من غير راجل زيك يا اختي اكتمل لها عداك العين وانا شايف ان الصلح خير ومفيش داعي للشغب وشغل العشقيه ولا ايه يا هبله يا حمره يا مبادوي وهو معقول يا حافظ الصول انا ازعل منهم برضو ده انا بعتبرهم زي بناتي مالك يا اختي شوف الابتسامه على وشها ازاي وحياه سيدي المرسى ابو العباس احنا بنعتبروكي في مقام مرات ابونا بالظبط اهلا ايه مين ده ادي مين ده جرى ايه يا اهبل يا ابني لا ده حسب الله عريسي وجايب لي الشبكه بتاعتي يا اخويا ده عسكري من الحكومه امال بيترسم على الحيطه يعني عسكري بحق وحقيقي ايوه عسكري اهلا احي أحي أحي يا راجل تلاتة أحي العريس بيلطم ليه؟ أصل ملوش ثواب ملوش ثوابك؟ ثوابي في الجواز يعني زي ما تقول كده اندهل يا أخويا اندهل أيوة. أنا هحكي لك على اللي حصل يا سيدي اللي حصل ده شيء بتاع ربنا أيوة شفتني حبيتني اتجوزتني أضك كده يا حسبه أيوة أضك كده يا حسبه هو أنت بقى العريس لقطة مش كده؟ والذهب ده كل ايوه جيبه لها شبكه بتاع الديانولا ايه وصل حسب الله شويه في البلد وفي اخويا عريس ليله دخلته أيوة. يبقى معفر بالشكل ده اه الا من ايه التراب ده الله من البدروم ايه ولا بدروم الله بدروم راح يدافع بدروم ايه يا ام بدر ما تزعليش منه برضو هيبقى راجلنا إيه نزل يجرب تواليت اختي في البدروم تحت قبل الدخل اهبال نزلك البدروم الغسيل يا راجل الغسيل انت فيك قوه الغسيل مش معلمها تقعد عليك تبططك ما كنت قبل شويه جنبي ايوه يا اختي هو بيغسل غسيل ونزل تحت محفظته وقعت نزل يدور عليه بقى محفظته وقعت تحت ونزل يدور عليها برضه بيتنا واحنا حرين فيه الله يوقع محفظته مطرحه معاه اهدي وكتب الاهله جيد كل حاجه ايوه يا محمص يوقع محمص 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 الحكومه قعدت على الحكومه اهدي راجل تترقص عريس عريس ويترقص عريس انا حزين طبعا قدامي على فين يا على البدروم نعمل ايه ندور على محفظتك طب ما ندور عليها في الشارع هي وقعت في الشارع ولا في البدروم؟ لا بس الشارع نور والبدروم ضلمه بعد عني لا ما ما تتعبش نفسك يا شويش حسب الله قدها وقدود يا اخويا اللي يقول لي بدروم وكلام فاضي معلش ما هو برضه زي اخوك الكبير تبقي لفين انا سفرت لك انت اتطرشت ده جالي مده سلام عليك مع السلامه متشكرين مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا سياده اللوي كلها يومين كلها يومين ويجي اخت
الست الحلوه دي، ونبقى احنا الاثنين عرايس حلوين، وانت الوحيده اللي تبقي ايه؟ عانس بالزين عنزه. عنزه. وبعديها بكام يوم تتجوزي جدي. ايوه وتخلفوا تيس. والنبي ام تيس بقى، ونقول لك نشيد التيوس. بقى شوفوا بقى شغل حلاحوش وملاعب شيحه اللي انتوا بتعملوها دي، ما تخلش عليا كرايه يا ام بدر. ايه بقى حلاحوش وملاعب شيحه؟ فلقتينا بقى ما رايك. نعم انا ما رضيتش اتكلم قدام الشاويش مع اني عارفه كل حاجه. عارفه السيره دي بتاعت مين؟ مين؟ وعارفه صاحبتها مين؟ ست ام امي. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي ان ست ام امي مخبيه الذهب جوه قلعه ودفنها في البدرون. بقى الحكايه كده يا ام قوي. طبعا دخلت لقيت الزلعه كسرتوها وخدتوا الذهب وعايزين تضربوني بومبه. احنا لا كسرنا زلع ولا شفنا بومبه. خش في عالم مسكينه خش. طب نخش. امال يا اختي هبله عشان اصدق ان بتاع الجيران اللي مش حد مليه يجيب يا اختي الشبكه دي كلها. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه ننزلوا البدرون. وين قلنا لك لا؟ انت تقولي لا وانا اقول يا عسكري يا شاويش يا حسن. يا حسن ننزل. عيب. وانتوا مش عيب عليكم لما عايزين تورثوني بالحياه؟ انت قلتك حاجه. هيورث منك ايه؟ شوفي بقى لما اقول لك انت وهي مفيش ملين واحد هتاخدوه مني طول ما انا عايشه على وجه الارض. هننزلوا البدرون يعني هننزلوا البدرون. يا ام بدوي بلاش. هننزلوا البدرون. الله ما قالت لك بلاش يا ام بدوي. هننزلوا يعني هننزلوا. هي اللي قال سافرتي ونالتي يا ام بدوي. يا اختي ايه غسيل تاني؟ الولايه عايزه تنضفوا البدرون. بس دي هتقطم وسطي. وانا مالي يا مروستك يا رجل انت؟ انت هتشيلني على وسطك ولا هتشيلني على وسطك؟ بقول لك ايه؟ اوعى ما تمشي دلوقتي وقت الدهب ده يا امي. الله. اخر ضحكه هتضحكها في حياتها. ريح. ايه يا اختي؟ تعالي عشان تليفيها مع اختك في امي. قطيعه. محدش بياكلها بالساعة.